أهلا بكم مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. نحن معكم مباشرة من طرابلس وتحديدا من شارع عزمي لجولة سريعة على أماس بعد خبر توقف البث عن تلفزيون لبنان التلفزيون الرسمي للدولة اللبنانية. طبعا كيف تلقف الطرابلسيون وكيف يعني تلقى الطرابلسيون هذا الخبر الصباحي يعني المفجع فعلا، يعني أن يتوقف البث عن تلفزيون الوطن وهو اللي كان له أكثر من 60 سنة بالبث بلبنان، وحتى بأيام الحرب الأهلية لم يتوقف البث عن هذا التلفزيون. ذاكرة لبنان انطلقت من العديد من المناطق اللبنانية وعلى رأسها الشمال وعلى رأسها أيضا مدينة طرابلس. من بين تلك الوجوه التي يعني بدأت العمل في التلفزيون اللبناني فرقة أبو سليم الطبل وكل الشخصيات الطرابلسية منها سلوى أطريب وغيرهم. فكيف رح يتلقى أو كيف تلقى الطرابلسيون هذا الخبر المفجع الصباحي؟ خلينا نشوف نحن وياكم سوا بهيدا النقل المباشر. طبعا نحن عم نحكي عن قرار لوزير الإعلام زياد مكاري. يعطيكم العافية، كنا عم نحكي معكم تحت الهواء عن توقف البث عن تلفزيون لبنان. كيف تلقى الطرابلسيون هذا الخبر الصباحي؟ يعني صبحونا بهذا الخبر. يسعد وقتكم، يعطيكم العافية، شكرا للإضاءة على هذا الموضوع اللي بيعني الطرابلسيين بالذات. هذه الذكرى الطيبة يلي فيها حنين للماضي الحقيقي للبنان يلي هو أبو ملحم أبو سليم، الطرابلسيين اللي عملوا تلفزيون لبنان، الفنانين اللي طلعوا من طرابلس اللي ضووا الشاشة العربية بتلك المرحلة. كان ما في غير تلفزيون سوري، تلفزيون لبنان ما في غيرهم بالمنطقة. يعني شو ما عليهم هذا الحكم الموجود اليوم، وصلنا لمحل عم يلغي حتى لبناننا الذكرى الطيبة، وصلونا لهون. هاي الذكرى الطيبة للأسف عم يستفزوا فينا حتى الحنين الماضي. هذا السبب يعود إلى الشعب اللي نايم بالبيت. أنت أيها الشعب الطرابلسي والشعب اللبناني بعدك قاعد بالبيت، أخذوا لك مالك رضيت، أخذوا لك كرامتك رضيت، الحنين الماضي تبعك عم يصير يقولك إيه رضيت، شو بدك بعد؟ اليوم اللي عم يصير بتلفزيون لبنان ما بقى عيب نقول ما بقى مقبول وهيك، هيدي الكلمات ما بقى تعنينا، بدنا نقول شيء مهم. هيدا النظام الموجود اليوم ما بقى يعنينا، هيدا النظام بده أبع من أساسه، وبدنا نظام حر، نظام بيشبه اللبنانيين. النظام الموجود اليوم ما بيشبه اللبنانيين، بيشبه جزء من اللبنانيين وبيشبه للأسف عملاء برا، ما بيشبهوا الداخل للأسف الشديد. عم نحكي نحن عن فترة الحرب الأهلية، حتى بالحرب الأهلية لم يتوقف البث عن تلفزيون لبنان أبد. اليوم توقف، قديش هذا بيعني؟ أنا عم بحكيك حنين ماضي كامل، ما عم تحكيني أنت اليوم ما في غير تلفزيون لبنان، مين عندك؟ اليوم انت كان المنفس الوحيد اللبناني هو تلفزيون لبنان، اليوم انت شلته بعته، انت عم تقول روحوا على المحطات الخاصه روحوا لغير محل. السؤال الحقيقي هو مين مسؤول عن تسكير تلفزيون لبنان؟ يا اخي ما بتعرفوا تديروا، اعطونا اياه نحن منديره. مين بيتحمل مسؤوليه برايك؟ الحكم الموجود اليوم كلهم رئيس مياتي بيتحمل مسؤوليه، كلهم، ما حدا يقلي ما لي مسؤول، كله بيتحمل مسؤوليه. نبيه بري بيتحمل مسؤوليه، حزب الله اليوم بالحكم ما يهرب، هو موجود بالحكم بيتحمل مسؤولية. هي مسؤولية اللي قاعد بالحكم وزراءه جوا، شو عم يعملوا؟ وانتو عم تسكروا تلفزيون لبنان؟ منو تفصيل تلفزيون لبنان؟ تلفزيون لبنان هو الذكرى لطرابلسي، هي الذكرى يلي مستحيل ننساها. ما عم تحكي انت اليوم انشقت طفل تلفزيون لبنان ولا لحظة تسكر، بعزدين الأزمة بعزدين الحرب اللبنانية ما تسكر، كان في معابر ما تسكر التلفزيون، شو عم يعملوا فينا؟ للأسف. وما زال الشعب اللبناني ساكت، ما بعرف ليه ساكت، أنا ما بعرف بصراحة، ما عندي جواب لسكوت الشعب اللبناني بهذا الطريقة. أكثر من هيك منه مقبول. تلفزيون لبنان هي الذكرى الطيبة، هو المعادلة للبنانيين اللي بيقولوا عندهم تاريخ موجود فيه، هو تلفزيون لبنان. اجوا شيلوا، انتوا اليوم منو خارج حكم، سرقوا البلد، أخذوا مصرية البلد، اليوم رياض سلامي برات البلد، يعني ما بقى في منطق، ما بقى في تحليل منطق. اللي سرقون عم يسرقون من الكهرباء جزء منه، ما بعرف اذا كان موظف، حطوا ما عندهم اداره، ما بيعرفوا يديروا، بيعرفوا يديروا ميليشيا، ما دوله،
ما هيك الدولة بيديروها؟ ما هيك التي في لبنان بيتعاملوا فيه، تلفزيون لبنان بيتعاملوا فيه بهي الطريقة؟ رأيك بعد التلفزيون لبنان شو فيه؟ أنا وجهة نظري نحن وصلنا القاع وصلنا له، نحن تحت القاع بكتير، نحن في مشكلة، في سؤال حقيقي اللبنانيين لا ساكتين. أنا ما بعرف، أنا ما عم لي جواب، أنا بصراحة ما عم لي جواب. أنتوا اليوم لا ساكتين، هذا النظام بده كله. نحن عم نحكي نظام عمره يا خيب خلينا نقول 50 سنة، الميليشيات فاتوا على الدولة، طيب منيح، اليوم ما بقى ينفع. اليوم أنتوا مسؤولين عن كارثة عند اللبنانيين، هالكارثة هني مسؤولين عنها، وتلفزيون لبنان الحقيقة غصة وغصة حقيقي إلنا. ويعطيكم ألف عافية وشكرا لكم على الإضاءة. شكرا لك، يعطيك العافية. خلينا نكفي جولتنا حاج، يعطيك العافية. عن تلفزيون لبنان، عرفت أنه اليوم أغلقوا البث عن تلفزيون لبنان، شو تعليقك كطرابلسي؟ كطرابلسي؟ كلبناني، ولكن نحن بنعرف قديش طرابلسيين معلقين بهذا التلفزيون. عمي هذا تلفزيون لبنان دكاني، صار دكاني، حولوا لدكاني. بيقولوا انه بده مثلا 100 موظف، في 1000 موظف، كل ما بيجي وزير بيحطوا موظفين. هيدي النهايه، حتكون هيك دوله مكسوره، هيدي هي النهايه. يعني برايك كمان الفساد وقت تغلغل على تلفزيون كمان، اذا بيجي كل وزير بيعمل شركه عمل لحوله، موظفين بيجيبهم هو، وموظفين قاعدين باقيين، موظفين فوق موظفين، اخر شيء هيدي نهايتها يعني معروفه. ما بقى يتحمل تلفزيون لبنان، منو شيء تلفزيون لبنان. هل يستحق تلفزيون لبنان هيدي النهايه؟ كيف؟ تلفزيون لبنان بيستحق هيدي النهاية؟ طبعا لا يا ابني، طبعا لا. هيدي اذاعتنا يعني ربينا عليها، برومج ابو سليم وابو برحم كذا، ربينا عليهم كنا صغار هذول. كيف؟ وخلص هيدي النهاية، كل شيء له نهاية، هيدي نهايته الفساد، هيدي نهاية، له نهاية، له نهاية. يعني كيف؟ شكرا لك، شكرا، يعطيكم العافية. له نهاية يا ابني. إذا مثل ما كنا عم نحكي مشاهدينا الكرام، هو بقرار من وزير الإعلام زياد مكاري تقرر إيقاف بث تلفزيون لبنان اليوم الجمعة بسبب المشاكل اللي كان عم بيواجهها التلفزيون منذ أشهر طويلة. وطبعا من أبرز المشكلات اللي عم بيواجهها التلفزيون هو تأخر صرف المستحقات للموظفين يلي عم بيخوضوا اضراب كمان من فترة طويلة، وهن أيضا كانوا عم يرفضوا أنهم يستمروا بالعمل رغم كل المحاولات يلي عم بيحاولها الوزير لإيجاد الحلول. يعطيك العافية. سمعت أنه توقف تلفزيون لبنان البث عنه، كيف بيعلق طرابلسي على إيقاف البث عن تلفزيون لبنان؟ لشو كان شغال حتى نحضره؟ كان شغال أكيد، في موظفين عم يشتغلوا وبرامجه ماشية. اليوم توقف البث عنه بقرار من وزير الإعلام. طبيعي، يعني شو بيقدم باخر دور؟ لانه طالما اذا حاطينه تنفعه وهدر مصاري، لا بلا احسن، يعني بلا احسن. يا اما يواكبوه يصير حديث ينافس بين الاذاعات ويكون اعلام حر نطق باسم كل اللبنانيين، يا اما بلا المصروف اللي هن حاطينه مثل تنفيعات بقلبه موظفين اكثر من مدخوله بلا. كذاكره اللبنانيين وطرابلسيين كمان بالتحديد، في كثير ناس طلعت من طرابلس من الشمال عبر هيدي الشاشه تقريبا من 60 سنة وانت جاي، ابو سليم، ابو ملحم، من المينا كمان سلوى الأطريب، كل هول العمالقة طلعوا من تلفزيون لبنان. فقديش كمان هيك اذا بدنا نقول وجدانيا مؤثر؟ هو طبيعي جدا، حتى نحن اذا بنرجع بجيلنا لما كنا صغير ما كان في الا تلفزيون لبنان، يعني اللوجو تبعته والموسيقى تبعته، بس توصل لمرحلة خلاص انه الزمن ما حيتوقف هون. هيدي الذاكرة صارت تفوت على يوتيوب بتطلع اشياء قديمة وبتذكرها فيها يعني. بس اذا بدلوا عايش ب يعني طبيعي من فترة لاخرى يكون في ذاكرة، بس اذا بدلك عايش بهذه الذاكرة خلص تحس حالك انت كثير راجع لورا. وعفوا اذا بتلاحظ معظم النكات السخرية اذا بدي يرجعوك شيء بيضربوا مثلا بتلفزيون لبنان، بيقول لك بيرجعوك فيه بقى خلص نوم خلص تحسه. برايك هل يستحق تلفزيون لبنان هيدي النهاية؟ للاسف اي يستحق، طالما هيك إدارة موجودة بهيك عقلية نعم يستحق، لأنه أي إدارة مش ناجحة آخر شيء الفشل. مثل ما فينا الأسباب للنجاح في أسباب للفشل، هن كل أسباب الفشل كان عندهم إياها. شكرا لك، شكرا شكرا، يعطيك العافية. إذا مشاهدينا الكرام، هذه عينة عن آراء الناس بطرابلس حول توقف البث عن تلفزيون لبنان. أيضا نكمل الحديث عن بيان وزير الإعلام حول قرار إغلاق أو توقيف البث عن التلفزيون.
عم يعطيك العافية. عرفت انه توقف البث عن تلفزيون لبنان؟ صحيح. شو تعليقك على هذا الموضوع؟ فعليا انه تلفزيون لبنان الذي يكون اقوى تلفزيون بالبلد هو التلفزيون الوطني الوحيد يعني. وبلا تلفزيون لبنان يعني الاذاعات كلها صارت محسوبيات. ما في اذاعه الا منها محسوبيه على حزب او على شيء معين. بنتمنى يقوي تلفزيون لبنان ويرجع لكل اللبنانيين. برايك هل يستحق تلفزيون لبنان هيدي النهايه؟ طبعا لا. طبعا لا. لازم يكون نهايته للاحسن، للتطور، للاحسن. لانه ما في غير تلفزيون لبنان عم بيوعي الشعب اللبناني. وهو بده يوعي الشعب اللبناني على الطريق الصح. هذا اللي فينا نقوله. شكرا لك. أهلا. شكرا شكرا يعطيك العافيه. كنا عم نحكي ايضا مشاهدينا الكرام عن موقف نقابة موظفي تلفزيون لبنان اللي هي كانت مصرة على الاستمرار بالإضراب وفوجئت أيضا اليوم بإيقاف البث عن التلفزيون بقرار من وزير الإعلام. طبعا نحن باتصال مع مستشار الوزير السيد مصباح العلي، كان أخبرنا بأنه الاتصالات مع الموظفين ونقابة الموظفين بتلفزيون لبنان كانت قد أفضت إلى الاتفاق حول آلية تدفع المستحقات، وهن كان مقرر انه 3 4 5 يكون عم يتسلم الموظفين كل المستحقات المتراكمة للأشهر السابقة، ولكن الموظفون حتى اليوم لم يحصلوا على اي من تلك المستحقات، وبالتالي كان لهم موقف يوم امس باستمرارهم بالإضراب، وفوجئوا اليوم كما فوجئ كل اللبنانيين بإغلاق التلفزيون أو بإيقاف البث عن الشاشة اللبنانية بقرار من وزير الإعلام زياد مكاري. طبعا باتصال آخر أيضا مع الوزير كان أخبرنا أنه كان من المقرر أنه يكون في مؤتمر صحافي لإله، ولكن ألغي المؤتمر وسيستعيد عنه ببيان لاحق اليوم سيوزع إلى وسائل الإعلام وكل من يهمه الأمر. إذن مشاهدينا الكرام كان هذا كل شيء من مدينة طرابلس. كنا معكم أنا بلال المرعبي وزميلي على التصوير مهدي فتاح. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.